ورجعت بي الذاكرة الى سنة 80 من الهجرة، اي بعد وفاة الرسول ب70 عاما، بينما رجل يمشي في احدى طرقات مدينة الكوفة بالعراق اذا به يجد بستانا رمى تفاحة خارج الاسوار، فيأخذ التفاحة ويأكل نصفها لشدة الجوع، وبعد ان يأكل نصفها يتذكر انه ليس له حق فيما اكل، فالحديقة ليست حديقته والتفاحة ليست ملكه، فيذهب الى حارس البستان ويقول له: اتسامحني فيما اكلت؟ فيقول له الحارس: يا اخي انا لا املك السماح لك لانني لا املك البستان. قال له الرجل: اذا فمن يملكه واين هو؟ فدله على صاحب البستان، فلما ذهب اليه وطرق الباب عليه وفتح له صاحب الحديقة، ودخل الرجل مرتجسا تتململ اعصابه: فيما جئتنا يا اخي؟ وما اسمك؟ قال له: ان اسمي ثابت. قال: فيما جئتنا؟ قال له: اكلت نصف تفاحة وها هو ذا النصف الاخر جئتك به، اتسامحني فيما اكلت؟ فقال له صاحب البستان: لا اسامحك الا بشرط واحد. قال له: وما هو الشرط يا اخي؟ قال له صاحب البستان: ان تتزوج ابنتي. زواج وسماح، ما هذا؟ قال له الرجل: ولكي لا اغشك في الزواج، فان ابنتي هذه عمياء العينين، سماء الاذنين، بكماء اللسان، مقعدة الرجلين لا تمشي، فاما ان تقبل زواجها واما الا سماح حتى اقف معك امام الواحد الديان يوم القيامة. وتعثرت الافكار في ذهن الرجل: ايتزوج العمياء البقماء الصماء المقعدة؟ وماذا يفعل بها اذا تزوجها؟ واخيرا قال: في سبيل السماح انجو من عقاب الله واتزوجها واتاجر فيها مع الله. وقبل الرجل الزواج وعقد العقد، وقال الرجل: ليس لي بيت ادخل فيه. وقال له ابوها: اذا صليت العشاء فتعال فسوف اعد لك مكان الدخول بها. وصلى الرجل العشاء وجاء الى غرفة الدخول وكأنه داخل غرفة المشنقة، ولكن ماذا يفعل؟ فتح الباب عليها وقال: سألقي عليها السلام، وهو يعلم انها بكماء لا ترد وصماء لا تسمع وعمياء لا ترى ومقعدة لا تقوم، فاذا لم ترد هي فلترد ملائكة الرحمن عليه السلام. وعندما دخل عليها والقى عليها السلام ردت عليه السلام.
السلام وقامت واقفة وسلمت عليه بيدها. اذا لقد حلت جميع العقد، ردت السلام اذا سمعت وتكلمت وقامت فرجلاها سليمتان ومدت يدها فسلمت وصافحته اذا فعيناها سليمتان. قال فنظرت الى وجهها فاذا وجهها كأنه قطعة قمر. قلت لها ماذا قال ابوك عنك؟ فقالت له والله ما كذب ابي. ماذا قال لك؟ قال لها اخبرني انك عمياء. قالت له نعم انا عمياء لانني لا انظر بعيني الى ما يغضب الله. قال لها انه يقول انك صماء. قالت نعم لانني لا اسمع باذني الا ما يرضي الله. قال لها انه يقول انك خرساء بكماء. قالت له نعم لان لساني لا يتحرك الا بذكر الله. قال لها انه يقول انك مقعدة. قالت له نعم لانني ما مشيت برجلي الا الى بيت الله. ودخل بها ولم تذهب الى حلاق الدين، لم تذهب الى حلاق النساء، فجمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. وما زفت في شوارع القاهرة وما دخن الحشيش ليلة زفافها وما احتسيت كؤوس الخمر ليلة دخولها، انما كل ما فعله معها ليلة الزفاف ان قام فصلى بها ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجية، وبعد ذلك امسك بقدح من حليب من لبن فشرب نصفه واعطاها نصفه فشربته، ثم وضع يده على مقدم رأسها ودعا الله قائلا اللهم بارك لي فيها، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. ثم دخل بها فانجب منها الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت. انجبت اماما، اماما انفرد بثلاثة ارباع العلم وشارك العلماء الباقين في الربع الباقي. انجب اماما صلى 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. انجب اماما دخل الكعبة ذات ليلة من ليالي الشتاء وصلى 2 ركعتين في جوف الكعبة قرأ فيهما القرآن كله. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراق. الأم الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا هو الإسلام وتلك تربية الإسلام، لا أفلام ولا مسرحيات ولا إعلام يعلن الحرب على الله من مطلع الفجر إلى مطلع الفجر. والمصحف غريب،
المصحف اصبح في البيوت تحفة توضع على المناضد في غرف الصالون، مجلد بالفرو جميل الجلد منمق بماء الذهب. وقد حذر الحبيب من هذا فقال: اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. لست ادري ان الله ان هذا اللفظ الكريم تهتز له السماوات العلى، فالامام مالك بن دينار عليه رضوان الله كان يسير ذات ليلة في احد شوارع البصرة فوجد رجلا ملقا على ظهره يقول: الله الله. ولما نظر الى فمه وجد بعض قطرات الخمر تسيل من شفتيه، فعلم انه سكران، فقال الامام مالك: لأطهرن شفتيه حتى لا يخرج لفظ الجلالة من بين شفتين عليهما قطرات الخمر النجسة. جاء مالك بالماء وغسل الشفتين وقال بعد ذلك: اللهم اهده اليك. وذهب الامام مالك بن دينار لينام، ولما نام واستغرق في نومه سمع هاتفا ينادي ويقول له: يا مالك طهرت فمه من اجلنا؟ فطهرنا قلبه من اجلك. يا مالك، يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. يا من، يا من، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. واذا اتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالاحسان. يا مالك، يا مالك ابن دينار، طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. واستيقظ الامام قبيل اذان الفجر وقد سل سيف الفجر من غمض الظلام وتعرى الليل من ثوب الغلس وفلق الله الاصباح وشق نور الصباح. وذهب الامام مالك ليصلي الفجر كعادته بالناس اماما، ولما عرج الى مكان القبلة وجد عبدا مستغرقا في البكاء جالسا في القبلة يقول: يا رب انا واقف ببابك لألوذ بجنابك فلا تطردني من رحابك. اقبلت توبتي فأهنئ نفسي ام رددتها علي فأعزي نفسي؟ الله الله. واقترب الامام مالك منه
قال له: من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا الذي غسلت فمي بالأمس. قال الإمام: فكيف حالك؟ قال الرجل: إن الذي هداني قد أخبرك بحالي وأنت نائم. قلوب العارفين، قلوب العارفين لها عيون، قلوب العارفين لها عيون. ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. كيف حالك؟ إن الذي هداني قد أخبرك بحالي. إنها لغة لاسلك القلوب إذا صفت، إذا أخلصت، إذا أشرقت، إذا استنارت، إذا أضاءت. إن الذي هداني قد أخبرك بحالي. سبحانك، 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 قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. سبحانه. إنني ما زلت أقول ما حدث للعارف بالله في السجن الحربي في سنة 1965، يوم أرسل قائد السجن الحربي شرطته العسكرية لتأتي بشيخ زاد سنه على 80، شيخ الأودن رحمة الله عليه، وجيء به إلى السجن، والرجل كان يضع صدرا من حديد ليسند به ظهره الذي انكسر، وجيء به إلى الزنزانة، وصدرت الأوامر إلى أحد الجلادين العتاة، قال له قائد السجن: أدخل هذا الكلب في الزنزانة رقم كذا، وأدخل معه كلبا من الكلاب المتوحشة. وكان في السجن الحربي كلابا الكلب أعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين. كان هناك كلب اسمه لاكي، وكان هناك كلبة اسمها ليلى، وكان هناك اخرى اسمها عنايات، وتعددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. قال قائد السجن لاحد الجلادين: ادخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة. الحرية والكرامة، ارفع رأسك يا اخي، فقد مضى عهد الاستعباد. والحقيقة ارفع رأسك يا اخي لأقطعه. حرية المواطن وكرامة المواطن. عندما حكم المصريون مصر اكرموا المواطنين واعزوهم باكل الكلاب لاجسامهم. ودخل العارف بالله زنزانته، ودخل معه كلب من وحوش الكلاب، واغلق الباب عليهما، الرجل والكلب.
وبعد ساعات مضت قال قائد السجن: انظر الى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسة. دماء العارف بالله النجسة. وذهب الجلاد ونظر من عين السنزانة فماذا وجد؟ عاد اليه، عاد الى قائده فقال له: اغسلت الزنزانة من الدماء النجسة؟ فقال له: يا سيدي لقد رأيت عجبا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت الرجل ساجدا لله والكلب بجواره يحرسه. يا الله يا الله يا الله يا من يحار الفحم في صدرتك، يا من يحار الفحم في صدرتك وتطلب النفس حين طاعتك، يا من يحار الفحم في قدرتك وتطلب النفس حين طاعتك، تخفي عن الناس سنا طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. الرجل ساجد والكلب العقور تحول الى قط وديع يذكر الله مع الرجل. ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. أتدرون ماذا قال قائد سجننا الحربي؟ أتدرون ماذا قال سيادة العقيد شمس؟ قال: أخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. هذه منجزات الثورة، هذه منجزاتها، وذاك إصلاحها، وذلك تقدمها. أخرج الكلب خشية أن يصاب بنزلة برد. كلاب لا تعرف أكل العظام إنما تعرف أكل اللحوم الناضجة. كلاب تغذت على لحوم البشر. يا معشر السادة، وبعد ان قضى الرجل مدته توجه الى بلاد الحجاز، وما ان علم المغفور له فيصل بن عبد العزيز بمقدم هذا العالم الجليل، عالم مصر الجليل، حتى ذهب اليه بنفسه واستقبله في مطار جدة، وبين ذراعيه اخذه الى بيت الله الحرام وقال له: عش في هذا المكان لتنفع الناس بعلمك. صبرنا الى ان مل من صبر الصبر، وقلنا غدا او بعده ينجل الامر. فكان قد عمرا ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد الصخر. وقلنا: عسى ان يدرك الحق اهله. فصاحت: عسى من لا ولا طعمها مر. عجبت لمصر، عجبت لمصر تهضم الليل حقه وتفخر بالسنور. ويحك يا مصر، ويحك يا مصر،
على سلام على الدنيا، سلام على الورى، اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر.